لأن كرة كانت في المرة الأولى، في الثانية، في الثالثة، لكن يعود الأرسنال الآن. ضغط واضح وصريح وكبير، وربما يأتي بأول أهداف المباراة، لأن الأرسنال بالفعل والمدافع الآن بدأت في الضرب، مدافع المدفعجية بدأت في الضرب، وكرة جول جول، بدأت مدافع المدفعجية في الضرب، ويا له ويا لها من قدائم، أخيرا تصل إلى الشباك، هدف يسجل بعد سلسلة فرص كانت ضايعة، لكن يأتي الفرج ويأتي الهدف الأول. الكرة الجميلة، ملعوبة جميلة من ويلتر، وبعد ذلك كازورلا، سانتي كازورلا، اللي بالفعل مرور جميل، كرة قوية، هدف المباراة الأول يسجل في الشوط الثاني، الشوط اللي قلنا بأن الأرسنال يسجل غالبية أهدافه في الشوط الثاني، يرسم البسمة ويرسم السعادة على محيا أنصار الأرسنال. يتقدم سانتي كازورلا، هذا اللي تكلمنا في بداية المباراة، ويقول المدافع الدولي كذلك أيضا البلجيكي غيابات، لكن من المنتظر، يعني وضعية دائما نقولها على الفرق الكبيرة أن لا تتأثر بغياب الأسماء مهما كانت هذه الأسماء، لأن الفرق الكبيرة تعودنا، وهذه الكرة فيها جول جول، هذه أمسية كازورلا، أمسية الإسباني كازورلا، يسجل هدف ثاني، هدف ثاني بعد معاناة الشوط الأول، المعاناة تنتهي، وهدف ثاني يسجله الإسباني سانتي كازورلا، سانتي كازورلا يضيف الهدف الثاني للأرسنال، وبالتالي المدفعجية مرة أخرى يضربون بقوة في شباك فولهام. التاريخ يستمر، والتاريخ الذي كان يقول أنه كلما تقابل أرسنال ونادي فولهام في ديربي من دربيات لندن في ملعب يخص